مساء الخير. بداية بدنا نعزيك. محمد حمية هو شهيد المؤسسة العسكرية وشهيد كل الوطن وكل لبنان، وبعرف قديش حجم المأساة وقديش حجم الجرح الموجود عندكم، وطبعا يعني موقفك اليوم كان موقف جدا متميز لما رفضت المقايضة بين جثة ابنك الشهيد وبين الموقوفين الذين يطالبون بالإفراج عنهم. فنحن بدنا نعزيك سيد معروف حمية ونقدر مشاعرك. الله يطول عمرك وإن شاء الله بتسلم، ومساء الخير لك ولضيوفك. الله يخليك سيد معروف. دعني أسألك، حضرتك حملت مسؤولية إعدام ابنك إلى رئيس بلدية عرسال علي الحجيري وللشيخ مصطفى الحجيري، لماذا بالتحديد تحمل المسؤولية إلى رئيس البلدية وإلى الشيخ مصطفى الحجيري؟ يعني ما هي المعطيات التي دفعتكم إلى تحميل المسؤولية إلى هذين الشخصين بالتحديد؟ أول شيء بنقول له مساء الخير الأستاذ سمير جاسر سعد النيعي. إذا أنا حملت مسؤولية لهو اثنين، يمكن هو إنه ما معه خبر أو بيخبر أو أبده شيء يخبر، بس أنا معي خبر إنه علي الحجيري اللي هو أبو عجينة مسؤول بجبهة النصرة، وبطائية أمير جبهة النصرة بالعلفون، أمير مش عسكري، وفي تحت إيده علي عيسي وفي جهاد عيسي، هاو كلهم من عرسال، هاو موكلهم واحد بالهيئة الشرعية للذبح تبع الذبح، واحد بالمجلس العسكري مع ابو مالك عم عينه، انا بيعرفون نعم ما بيعرفون او انه بيعرفون وما بده يقولوا. سيد معروف بس نعم. توضيحا يعني معالي الوزير سمير جسر ما حكي شيء بعد بهذا الخصوص، بس انا عم بسالك بس شغله، حضرتك الاسماء الاسماء يلي ذكرتها والمعلومات يلي عم بتقولها هي مبنية على معطيات أكيدة؟ يعني حضرتك أكيدة 100%، أكيدة 100%، مش إنه تلفيق وسويلف. وأنا حملت مسؤولية دم ابني لبطائية لأني متأكد 100%، هو اللي عطى الأمر بإعدامه وهو اللي عدمه. يعني وعلي الحجيري مشارك بالرأي، مشارك بالرأي، علي بو عجينة مشارك بالرأي، علي الحجيري يعني رئيس بلدية عرسال، رئيس البلدية مشارك بالرأي، وأما بو طائية مشارك بالفعل. نعم. هو اللي أمر بإعدام ابني الشيخ مصطفى الحجيري. يعني تتهم الشيخ مصطفى أنا الحجيري؟ أنا حملت المسؤولية لعلي بو عجينة هو رئيس بلدية، ولابو طائي اللي هو شيخ أمير جبهة النصرة، هاو اللي بتحملوا مسؤولية دم ابني. نعم. والوحيدين أنا قلت لك عني إنه بتحمل لعموم أهل الحجيري. نعم. برجع بوضح الأمر وبقول مش كل بيت الحجيري، في نص بيت الحجيري، في ثلاث أرباع بيت الحجيري بنحطهم على الراس وبالعاين لأنه بنعرفهم شو هن، بس المسؤولية الأساسية اللي بده يتحمل مسؤوليته ولو بعد 40 سنة كل شيء أنا طيب، كيف أفكر ابني من الظالم مش من المظلوم؟ نعم. المظلوم ما بقرب صوبه وما إلي عليها معه، إذا بدي يتعلق لي المشنقة بدي أخذ طار ابني من الظالم، من الظالم بطائية. هون سيد إنه. نعم سيد معروف، هون بهالإطار ألا يجب على الدولة أن تكون عندكم ثقة بالدولة أنه هي التي يجب أن تأخذ الحق، يعني تأخذ لكم حقكم من الأشخاص اللي قد يكونوا متورطين؟ عم تحكيني بالدولة لتوخذني، وان في دولة بعد ما فيقت الدولة وقالت ما إن شاء الله بتسلموا، بعد النيمين اخدين حبوب منوم ما معهم خبر شو فايه بلبنان، مش هون الدولة. نعم. والحكومة اللي كنا عندي نهاريتي وبيقولوا المفاوضات مش والوفد القطري المفاوض مطمن، وكنت مطمنهم انه بعدين ابني، قاموا قلبوا لنا سيرتي هن انه لا معنا ضمانات ما بيصير اعدامات. نعم
سيد معروف، بس المعطيات اللي ذكرتها حضرتك يعني حددت بدقة أنه اتهمت الشيخ مصطفى الحجيري بأنه هو اللي أعطى الأمر أو اللي نفذ، وأنه السيد علي الحجيري هو اللي أعطى الأمر، هو اللي أعطى الأمر، أنه السيد علي الحجيري مشارك بالرأي أو بإعطاء الأمر. طب هذه معلومات بديت لك سؤال يا سيد سيد معروف، بس سؤال سؤال صغير بس خدوني أدعليتي أنا غشيم ما بفهم كتير. بالعكس أنت على الراس والعين، تفضل سلم راسك. اللي طلع وقال هدول ضيوف عندي وعم كرمهم وعندي أماني ما بيصير عنه شيء، وين هاي الضيوف؟ هاي الضيوف عم تتكرم بالإعداميات. ما قلنا إنه داعش يا خيي عم تعدم وما في عليها ولي وما في عليها راعي، بس قلنا هاي النصر عليها راعي، عليها راعي بطائية وما بتعدم. نعم. بين عدمي. طيب سيد معروف، هذه المعلومات هي استنتاجات يعني أنت عم تستنتج؟ لا لا لا، بناء أكيد. طيب منين يعني هذه المعلومات الأكيدة لو سمحت؟ يعني كيف تأكدتوا منها؟ بالنسبة إنه عم مسؤوليته. نعم. عم مسؤوليته. نعرف شغلنا، نحن بنعرف شغلنا، نحن ولاد منطقة واحدة وبنعرف. نعم. بعضنا. طيب علي الحجيري أهالي مكة مش عارف مكة. نعم. علي الحجيري رئيس بدوي هيدي. نعم. علي الحجيري رئيس بلدية عرسال بيقول انه هو بريء من دم محمد حمية ومن اي نقطة دم، ويأمل من العشائر اخذ الحق في عين الاعتبار. نعم 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 نعم. بماذا ترد عليه؟ نحن بنقول له لعلي ابو عجينة انه بنعرفك وبنعرف موقعك وبنعرف شو شغلك، ونحن على الراس والعين انت وبطائية، ورح نحطكم بقلبنا رح نحطكم. ما رح نتعدى على مظلوم، ما رح نتعدى على مظلوم، بس هو رح نحطكم بقلبنا. بس هو بيقول انه بريء من دم ابنك. قالوا له للحرامي احلف يمين، قال اجى الفرج. الله اكبر، اجى الفرج. على كل حال سيد معروف حمية، أنا بدي أرجع. ما الشيخ مصطفى أبو طائي ما قال إنه ابننا عم يحارب معه بارودي لعدمه؟ مش هو خيو اللي قال قتلوه بتفلين؟ خيو ما كان معه بارودي، بس ابن حمية معه بارودي. نعم. أنا كان ناطر المشمشيات ابني، ما هو عسكري ابن الدولة اللبنانية. سيد معروف حمية، أنا بدي أرجع أتوجه لألك بأحر التعازي لاستشهاد ابنك محمد حمية اللي برجع. أنا بدوري بعزيكم وبفتخر وبعتاز بشهادة ابني وبعدني، وبكرجع بكرر عبر برنامجكم الكريم إنه كلامي اللي قلته ضل بكرره لبعد سنة، لبعد مليون سنة، إنه حدا بريء عامل سوري شغيل معتر ممنوع التعرض له، وبناشد كل اهلي وكل محبيني اللي اجوا من الجنوب، من بيروت، من طرابلس، من بقعة الغربي، كل العالم اجت عزتني ناشدهم انه ممنوع التعرض لاي سوري ولا لاي معتر ولا لاي بريء من بيت الحجيري. حقنا بناخده عم اهلنا، منخلص عزيمه ونبرم حقني ومناخده، وان شاء الله مناخده عروي. شكرا لك سيد ممنونكم. نعم. شكرا لك سيد معروف حمية والد الشهيد محمد حمية.